يما شوف نايف اخوي شوف حتى امي تشجع الهلال يا نايف شوف يما صح تشجع الهلال نايف الحين بيكلمنا يما انت تشجعين الهلال صح اي هذا الكلام تشجعون عيالي يشجع هذا الكلام لا وبعد اخوي نايف يشجع الهلال يما بس هذا يعني تبغين الهلال يفوز يما يقول له يفوز ان شاء الله يفوز ان شاء الله يفوز